أهلا بكم مشاهدينا في برنامج هنا البحرين. أنابة سمو الشيخ العنود كريمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة سمو الشيخ حصة بنت علي بن عيسى آل خليفة كريمة سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي لافتتاح مهرجان طبق الخير 39 الذي تنظمه جمعية رعاية الطفل والأمومة سنوياً. انطلاقاً من التوجيهات السامية والسديدة لجلالة الملك المعظم الهادفة إلى التوسع في العمل الخيري والإنساني بمملكة البحرين، أقيم مهرجان طبق الخير 39 تحت عنوان البحرين واحة خضراء. تحرص جمعية رعاية الطفل والأمومة أصلاً على هذا النشاط، هذا الاحتفال، هذا المهرجان عموماً يعطينا ثقة بمعرفة الجمهور برسالة الجمعية وتأكيدهم على الدور اللي تقوم به والواجب نحو المجتمع. وأوضح سمو الشيخ العنود خلال رعايتها للمهرجان إن دعم الأعمال الخيرية والتطوعية في مملكة البحرين واجب ومسؤولية تجاه الوطن، كما أنها عادات وتقاليد تم اكتسابها من الأجداد والآباء حتى باتت صفة متأصلة في أهل البحرين. نيابة عن إدارة وطاقم الجامعة الخليجية نشكر الشيخة هند بن سلمان آل خليفة على رعاية مهرجان طبق الخير في نسختها 39، وسعيدين جدا بوجودنا كجامعة خليجية في هذا المعرض لدعم ومساندة المنتج الوطني البحريني. والسنة يعني دعينا أنه نشارك معهم لأنه تعرف هي فترة من الفترات ما كان في نشاط، بس إن شاء الله اليوم النشاط يكون رائع ويكون جيد بهالترتيبات الجميلة. تهدف هذه الفعالية إلى دعم عجلة ومسيرة الخير وأعمالهم الخيرية وإلى المشاركة المجتمعية الفاعلة والتي تهدف إلى التكاتف المجتمعي والاستفادة لأكبر شريحة في المجتمع البحريني من الأسر الفقيرة والمتعففة. احتفلت جامعة البحرين بأعياد مملكة البحرين الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. نظمت جامعة البحرين احتفالية بهجة في مقرها بالصخير بمشاركة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين وبحضور نواب رئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجمع غفير من الطلبة. هو يوم مهم جدا بالنسبه لنا على الكالندر السنوي، اليوم اللي تنصهر فيه الاداره والموظفين الاداريين والاكاديميين والطلبه في احتفاليه بهيجه مثل ما تشوفون. حرصنا جدا ان السنه جميع الطلبه ممكن يشاركون، لذلك اخرنا الاحتفاليه الى وقت متاخر، وحتى الموظفين شوي يكونون خلصوا دوامهم ممكن يحضرون، اولياء الامور ممكن يكونوا موجودين، وجميع اللي يعزون عليهم بعد حياهم الله. الاحتفاليه اليوم لها صبغه تختلف عن السنوات السابقه بالمسابقه اللي موجوده، والمسابقه تختلف بين الموظفين الاداريين والاكاديميين والطلبه كلهم اشتركوا في فرق مخلوطه، يعني تنافسوا في انهم يصنعون رموز لمناطق مختلفه من البحرين وسميناها معالم في حب الوطن. فكل في عندنا 10 مجسمات، كل مجسم يرمز لمنطقه من مناطق البحرين، وان شاء الله يكونون موفقين في الطرح اللي طرحوه. عندنا الجزئيه الفنيه الموسيقيه والشعريه، وعندنا الحرف الشعبيه، وعندنا كذلك الجزئيه الرياضيه، فما يعني حاولنا نغطي كل الشقيات. وافتتح الأنصاري المعرض الفني الذي حوى عدداً من اللوحات الفنية لطلبة نادي الفنون الجميلة بعمادة شؤون الطلبة التي عبرت عن حب الوطن في أشكال فنية مختلفة. تأتي هذه حقيقة المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعاً لنحتفي
بهذا المناسبة في جامعة البحرين في الحقيقة، وجامعة البحرين حقيقة يعني اعتادت أن تتألق في احتفالاتها بالعيد الوطني المجيد، وهذه اللي اليوم احنا نشوفه هو امتداد لهذا التألق. أحب أشكر الجامعة على الفعاليات الطيبة، وأحب أشكر رئيس الجامعة على تعاونهم معنا وفي نجاح الفعالية، ويعطيهم ألف عافية، وكل عام والوطن بألف خير. أشكر جامعة البحرين على هالتنظيم الحلو الطيب، وكل عام والبحرين بألف خير. وعبر منتسبو الجامعة عن سعادتهم وبهجتهم من خلال حضورهم وتفاعلهم الكبير ومشاركتهم في فقرات الحفل الفنية والثقافية والشعبية والترفيهية والرياضية. احتفلت بلدية المحرق بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم ويوم المرأة البحرينية بحضور القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق السيد عبد العزيز النعار، وعدد من أعضاء المجلس البلدي. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ليالي المحرق من قلب مدينة المحرق التاريخية، وبالتحديد من موقع مسار اللؤلؤ، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. تحتفي هيئة البحرين للثقافة والآثار بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان ليالي المحرق. هذا المهرجان الممتد على مدى 10 أيام ابتداء من اليوم الخميس وإلى 23 من ديسمبر هذا الشهر على مدة 10 أيام. تكون هذه الفعالية من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 في المساء. يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات، هناك في الحرف، في الأزياء، في الموسيقى، في الأكل والمحاضرات، وأيضا الجولات في حول منطقة المحرق التاريخية. هذا الفعالية تحتفي أيضا بمسار طريق اللولو، وهو ملف المسجل على قائمة التراث العالمي الإنساني لليونسكو. ويأتي مهرجان ليالي المحرق كجزء من احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. الله يحفظ البحرين إن شاء الله ويديم عليها لأنه الأمان. مشروع ديين عبارة عن مجموعة شنط نسائية. الفكرة من المشروع أن الكولكشن كلها مستوحى من أفكار في الغوص وتجارة اللولو قديماً. الشنط كلها مصنوعة يدوياً بجلود مستوردة. هاي طبعاً أول سنة نشارك، نشكر الجهات على إتاحتهم هاي الفرصة. مشروعنا عبارة عن عبايات بيور لينن، كل الأمور يعني إن تساهم في تطوير يعني الصناعات المحلية، فكل الأشياء استيراد محلي والتخيط وكل شيء يكون محلي في البحرين. مشروعي كنشو بديته من وقت كوفيد، هو بيسيكلي تي شيرت، هودي، سويترز، نكلسز، كل شيء له علاقة بالأبراج. الحمد لله من ما بديت توفقت، ومشاركة اليوم حق السنة الثانية بمناسبة عيد الوطني، وكل عام البحرين بخير. ويستمر مهرجان ليالي المحرق يوميا حتى 23 من ديسمبر الجاري من الساعة 5 وحتى 10 مساء، من أجل إعادة استكشاف مدينة المحرق بكل ما فيها من تاريخ وعمران وتراث ثقافي مادي وغير مادي، حيث ستقام الفعاليات ضمن 8 مجالات من الفنون والتصميم والحرف والمأكولات والموسيقى والأنشطة والجولات، إضافة إلى زوايا الأطفال.
افتتح السيد حسن المدني نائب محافظ محافظة العاصمة مهرجان اليوم الوطني بمركز تمكين شباب القادسية، ويأتي هذا الاحتفال الذي يستمر للثامن عشر من ديسمبر لتعزيز اللحمة الوطنية والانتماء الوطني. المهرجان يتضمن عددا من الفعاليات والبرامج المختلفة التي افتتحت بحضور رئيس مركز تمكين شباب القادسية العقيد يوسف جراح الدوسري وأعضاء المركز وعدد من الشخصيات والجمهور الكريم. أول شيء نهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة هذا العيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلال الملك حمد المفدى، ونهنئ الشعب الوفي، ونتم احنا في الأفراح، ونقول أن مركز تمكين شباب القادسية يحتفل في مملكة البحرين بهذا اليوم الجميل. هذه الأمسية الوطنية الحبية اللي تخللت فنون شعبية والعرضة والقصائد وطنية، واليوم أيضا احنا سعدنا بوجود اخواننا من المملكة العربية السعودية معانا شاركونا هذه الفرحة، وهذه هو ما رسخوا لنا قياداتنا في مجلسنا التعاون. هاي التعاون، واحنا افراحنا افراحهم واتراحنا اتراحهم، هم يشاركونا واحنا شاركهم. اشتملت فعاليات اليوم الأول على عرض فيلم وثائقي عن تأسيس البحرين، ثم كلمة لرئيس المركز العقيد يوسف جراح الدوسري، ومن ثم كلمة لنائب المحافظ، وتخللت تلك الكلمات شعر من قبل الشاعر إبراهيم الأنصاري في حب البحرين وشاعر آخر. ملك الشباب الشباب له في التنوير بابه، له في القول انتدابه، ثم بالفعل نصابه، له بالفكر قبابه، ثم حكم وحسابه، لا اضطرارا لا اضطرابه، لا رواحا وإيابه، ملك فز المهابه، له في الأصل الشرابه، ملك التطوير هذا، منه نحن لنعابه، جعل الدنيا كمالا لا خراب أو ورابه. جولة في معرض الطيور والأسر المنتجة والحرفيين قام بها نائب محافظ العاصمة، بالإضافة إلى الرقص الفولكلوري لعدد من الجاليات وفعاليات رياضية متواصلة، بالإضافة لسحب على الجوائز للجمهور. الاحتفال بالعيد الوطني لا يقتصر على جهة معينة أو سواء مكان خاص أو عام، وحتى بالنسبة للأفراد الكل غايته أن يشارك بالفرحة والتعبير عن الولاء مهما كانت ظروفه. ضمن احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني، نظم مشاركون من الدفعة الثالثة من المشروع الوطني لامع، وبالتعاون مع مركز الطفل الرعاية النهارية ودار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية، فعالية صدى العيد والعزيمة لطلبة المركز ونزلاء الإيواء بالدار. مشاركين فيها احتفالا بمملكة البحرين بعيدها الوطني مع ذوي الهمم في مملكة البحرين. احنا اليوم جدا سعيدين ان احنا نشارك الفئة الجميلة قلبا وقالبا في ان احنا نشاركهم فعاليات البحرين. طبعا اليوم احنا محتفلين بالعيد الوطني بالتنظيم مع المشروع الوطني لامع، محتفلين مع اطفالنا من ذوي الاعاقة، فحابين نفرحهم في هاي اليوم ونحتفل معهم بالوطن لانهم ابناء هاي الوطن. وتضمنت الفعالية عدد من البرامج والانشطة الترفيهية، منها عروض الساحر والمهرج والمسابقات المتنوعة والألعاب الترفيهية. طالعني تحب البحرين؟ أي كثر؟ وايد. يلا حب العالم. العالم يا سلام عليك. واجد مستانسة. أحب البحريني، أحب البحريني. كما احتوت الفعالية على ركن لتلوين الوجوه والحناء لتزيين وجوه الأطفال وأيديهم، في حين شهدت مساهمة من الأسر المنتجة لتقديم الأكلات الشعبية للمشاركين. أكد
أكد السيد عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أن اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024 من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب يعكس ما تتمتع به المملكة من مناخ داعم لحرية الصحافة والإعلام في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الضامن الأول لحرية الرأي والتعبير. تم اختيار المنامة كعاصمة للإعلام العربي لعام 2024 من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، مما يؤكد على الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام بتوجيه خاص من سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام. طبعاً هو هذا التواجد يعني مهم وجميل، احنا نقول بداية ان احنا نحتفي بأن المنام راح تكون عاصمة الإعلام العربي 2024. يعني البحرين ما بغريب عليها أن هي تكون اليوم عاصمة للإعلام العربي في 2024، وهذا يدل على أن هناك أرضية يعني تقوم عليها البحرين في الحريات الصحفية، في الإعلام، في الانفتاح، وهذا دليل على نجاح مشروع جلالة الملك الإصلاحي في دعم الصحفيين والإعلام. طبعاً هذا التتويج هو تكريم للبحرين وتكريم للإعلاميين المتميزين في البحرين، وإن شاء الله أيضاً تكون مكان ينبني عليه مزيد من الإنجازات. وبهذه المناسبة أكد وزير الإعلام على ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة مرموقة في مجال الإعلام والثقافة، فضلاً عن ما تمتلكه من أجواء تدعم حرية الإبداع بمختلف أشكاله، مؤكداً أن مملكة البحرين ستواصل العمل خلال هذه الفترة بكل طاقاتها من أجل تعزيز الزخم الإعلامي في كل ما يخدم قضايا الأمة العربية. وصلنا لختام الحلقة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.